كابتن شريف الف مبروك. مبروك. فوز مستحق. لا فوز مهم. طبعا. الحمد لله. فوز مهم وفي وقت مهم وتعزيز للمباراه اللي فاتت وشوط تاني بصراحه كل اللي احنا اتكلمنا عنه في اتغير الشوط التاني فعلا. والضغط الخطوط صحيح. والهدوء. الهدوء كان مفتاح وخلق فرص واستغلال فرص والحمد لله رب العالمين. النهارده الهدوء في الشوط الثاني والتحركات في نفس الوقت من جميع اللعيبه الحقيقه وتركيز اللعيبه برده خلى كافه النادي الاهلي طبعا هي الارجح باضاعه اهداف واحراز اهداف كنا ممكن نكسب مكسب كبير صحيح وكل كوم طبعا واللي كان ناقصه حاجه واحده عملها النهارده وبامتياز ديانج. كلكم كنتوا بتقولوا الحقيقه كنتوا بتقولوا ديانج ناقصه حاجه واحده اختراقاته انه يجيب جول انه يكمل الاخرانيه وينفذها لا ده عدى ومحمد شريف بقى يمكن الحسنه بصراحه النهارده انه فتح له السكه وخد الراجل معاه فلقى الطريق اسهل اول ما وصل عند ال 18 مركز في الكره دي وانت بتعيد الهدف ها عشان انت هتستغرب تقول لي يعني وقفنا نتكلم ساعات التحرك السليم برضو بيحرز هدف مش لازم انت اللي بتجيب الهدف يعني الى ان محمد شريف ان شاء الله يتوفق ويرجع تاني لاحساسه بالمكان ويحسن احنا وراك يا محمد والفوز ورا فوز بيخلي اللعيبه كلها ترجع لها الثقه الحقيقه صحيح ف انا مبسوط الفوز جدا مبسوط من اللعيبه مع بعض والرؤيه رؤيه حسين الشحات مع قفشه حتى هتلاقي كذا كره اتقطعت كان ممكن يروح يجيب قفشه تاني جول تاني وتالت دخول قفشه في الموقع ده واحساسه ان في سبورت لازم يحصل في المكان ده الحاله البدنيه اللي اللعيبه واقفه عليها سولايا النهارده انا ما كنتش عايز اخرج خالص الحقيقه ايقاع في الملعب فوق المستوى الماتش اللي فات بيحرز هدفين والنهارده بيعلى واقف الحقيقه الكره اليمين الكره الشمال خلى ديانج بوقفه سولايا دي يا ايمن خلى ديانج في هذه الحاله في طمعه ان هو يرقص واحد واثنين وثلاثه مش اول مره ديانج يعملها الحقيقه صحيح علي معلول كالعاده محمد هاني كالعاده عايزين نطمن على كوكا نزل وخرج اتخبط حاجه زي كده يمكن ما حدش لاحظ باله اخد باله ان ربيعه نزل مكانه فبرضه نبعد عن شبح الكوره جت في دماغه بس ربيعه ما نزلش مكانه قفشه كانوا بينادوا عليه قبل الماتش خدت بالك فراح يرد لهم مش عايزين يقلعوا التيشيرت انا بنقلق دايما على هو انا بص هو انا عجبني تصرف قفشه انه راح للجماهير وبيقول لك ان يعني جمهور الاهلي على دماغه وفانيله الاهلي والنادي الاهلي على دماغه من فوق هو التصرف معلش انذار بقول لك ايه مسموح له بقول لك ايه الانذار ده ده سبب الناس اللي بتتكلم في الميديا بص يقول لك العلاقه بين جماهير بتوصل حاجات للعيبه بتوصل حاجات للعيبه مش مظبوطه اطلاقا صحيح الناس بتعشق قفشه قفشه بعد القفشه فاكرها وبعد القضيه ده حته ثانيه في القلب عند جماهير النادي الاهلي صحيح فكل اللعيبه الحقيقه مش قفشه بس انا ما ببارك لهم برضو وعلى استمراريه انك انتوا قفشوا في النجاح قفشوا في الفوز حلو قفشوا في الفتره اللي انتوا فيها دي انتوا اللي هتكملوا ان شاء الله العدد اللي كان عادل بيقول لي عليه كان ناقص ثلاث ماتشات قبل بطوله العالم اربعه الى ان نوصل لمباراه القمه باذن الله بنفس الاحساس ونفس الشكل كل لعبتنا اللي هي مصابه برضو رجعوا فكل يوم انت بيبقى عندك ايجابيات الايجابيات انك تكسب والمكسب هو ده اللي بيوصلك ان شاء الله للامل صحيح. اللي الجماهير كلها بتتمناه صحيح الف مبروك مبروك النهارده والفنيات بقى والكلام من ده لينا نتكلم بعدين ان شاء الله باذن الله.